في الفيديو ده هتكلم عن القيمة التسويقية للاعيبة مانشستر يونايتد، هقول لكم هي كانت فين وبقت فين. ف ليتس جو. نبتدي بكريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو سنة 2019 كان ب 100 مليون يورو وحاليا ب 35 مليون يورو. بداية القصيدة، ماجواير كان في 2019 ب 70 مليون يورو وحاليا ب 48 مليون يورو. حد يفهمني ازاي؟ انت ب 48 مليون ازاي يلا؟ انت عايز ايه يلا؟ يا جدع بقى سيب اليونايتد. انا مش فاهم يا جدعان والله، هو ليه غالي؟ انا مش فاهم. انا لو ب 5 جنيه مش هشتريه. بوجبا ب 100 مليون يورو كان في 2019، حاليا ب 55 مليون يورو. كل اللعيبه كلهم في سنه 2019 اتفقنا. دخيا كان ب 65 مليون يورو، حاليا ب 18 مليون يورو فقط. كافاني كان ب 50 مليون، حاليا بقى ب 4 بس مليون. ماتا كان ب 20 مليون، حاليا ب 3 مليون. ماتيتش كان ب 30 مليون، حاليا ب 6 مليون. تيلس كان ب 40 مليون، حاليا ب 18 مليون. اتدفن تيلس حرفيا. ايريك باي كان ب 30 مليون وبقى ب 8 مليون فقط. ده يوريك معاناة مانشستر يونايتد. الفيديو ده هوريكم لاعبين وقولوا لي هل نفسكم اللاعبين دي ترجع للنادي بتاعكم تاني ولا لا، اللي قرر بيتكم يعني. ده طبعا ما عدا ميسي وكريستيانو. فانا اول لاعب لجماهير برشلونه، قولوا لي في كومنت هل عايزين نيمار يرجع لكم تاني ولا لا، قول لي في كومنت. تاني لاعب لجماهير يوفنتوس، هل عايزين بوجبا يرجع تاني ولا لا. تالت لاعب لجماهير توتنهام، جاريس بيل، هل عايزينه يرجع تاني ولا لا. رابع لاعب هو الجماهير نابولي، كافاني، هل عايزينه يرجع تاني ولا لا. واخر لاعب معانا هو لجماهير المرينجي ريال مدريد، هل عايزين اشرف حكيمي يرجع تاني ولا لا. مفيش حد هيقول لي لا على الصفقه دي. عملت لايك ولا ما عملتش؟ اعمل لايك. سلام.